هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. مشاهدي قناة لوسات تي في مرحبا. بعد سطوع فريقهن في مونديال السيدات وخروجهن مرفوعات الرأس في هذا المحفل العالمي الكبير، عادت لبؤات الأطلس إلى أرض الوطن بكل فخر واعتزاز بعدما أن شرفت الراية الوطنية أحسن تمثيل في هذا العرس العالمي. لن أطيل عليكم، معي مدافعة المنتخب الوطني والصمام الأمان نهيلة بن زينة هنا بمنزلها بالقنيطرة. بداية مرحبا بك نهيلة على موقع قناة لوسات تي في. مرحبا خويا وشكرا لكم على الحضور. لا نهيلة، بداية شرفت الراية الوطنية أحسن تشريف في هذا المحفل العالمي، شعورك وأنت تشرفين المنتخب الوطني والراية الوطنية في هذا العرس العالمي وبالتالي تتأهلون بجدارة واستحقاق إلى الدور المقبل؟ صراحة شعور اللي كيفرح ليه أي لاعب بحكم المشاركة ديالنا الأولى كمنتخب عربي نسوي مغربي كيشارك في كأس العالم في واحد المسابقة اللي كبيرة، في واحد المسابقة اللي كيشاهدها الدول الأوروبية كاملة، فهذا الشيء هذا كيفرح. وصلنا تأهلنا للدوزيام تور، فهذا الشيء ما جاش بالساهل، جاب واحد الخدمة ديال السنوات، فاحنا مفتخرات بهذا الشيء اللي وصلنا ليه، مفتخرات باننا قدرنا نرفعوا الراية المغربية في واحد الدولة اللي أوروبية، فهذا الشيء كيفرح وكيشرف. نعم نهيلة، بعد يعني الهزيمة الغير متوقعة أمام الماكينة الألمانية المارشال بسداسية، الغياب ديك في المباراة الأولى وإنما المشاركة ديك في المباراة الثانية، شفنا فريق نسوي آخر يعني كشرنا أو كشرتم عن أنيابكم في المباراة الثانية أمام كوريا وهزمتم في المباراة الثالثة المنتخب الشرس منتخب كولومبيا. الحضور ديك في المباراة هذه أكيد أن شنو الرسالة ديك اللي وجهها لك بيدروس باش أنكم يعني تظهروا بواحد الوجه آخر مغير وبالتالي تدوزوا للدور المقبل بكل جدارة واستحقاق؟ صراحة من بعد الخسارة اللي كانت ضد ألمانيا، خسارة اللي ما كنا صراحة متوقعينها، رغم أن المنتخب الألماني منتخب اللي متمرس، منتخب اللي دائما كيكون مرشح باش أنه يفوز بهذا اللقب، فالمباراة ما كانتش سهلة. ربما احترمنا منتخب الخصم أكثر، كان شوية ديال ارتباك، شوية ديال الخوف ربما، هذا الشيء اللي ما خلاناش نتوفقوا في المقابلة الأولى. ومن بعد المشاركة ديالنا في المباراة الثانية والظهور داك المستوى اللي مشرف وكبير والفوز أيضا في ديك المقابلة، رجعنا كنقولوا بأن ربما الخسارة الأولى ضربتنا واحد ضربة اللي خلاتنا نفيقوا وخلاتنا نفكروا أننا ندخلوا كمجموعة وندخلوا عزمات باش أننا نربحوا ونشرفوا بلادنا أحسن شريف. نعم نهيلة، النجم الساطع بفريق الجيش الملكي، أكيد الفريق اللي هو مشتل لبروز لاعبات كبار من بينهم نهيلة، شنو الدور اللي كان فريق الجيش الملكي باش أنه يعطي الفرصة لنهيلة باش أنها يعني ترفع الراية الوطنية برفقة المنتخب الوطني خصوصا في هذا المحفل العالمي؟ فريق الجيش الملكي اللي معروف على الصعيد الوطني، فريق الجيش الملكي اللي معروف بالتكوين ديالو اللاعبين واللاعبات، فريق الجيش الملكي اللي كيسهر باش انه يوفر الظروف لكل لاعب، فريق الجيش الملكي اللي كيخدم في صمت والخدمه ديالو كتبان في المسابقات. فانا كنشكر فريق الجيش الملكي بزاف على التكوين ديالو ليا، على الدعم ديالو ليا، على المستوى اللي بنت به في كاس العالم، فهاد التشريف وهاد الظهور ديالي بهذا الشكل راجع اكيد للخدمه اللي خدمها فريق الجيش الملكي. نعم نهيلة، دخلتي للتاريخ من اوسع الابواب كاول لاعبه مغربيه، مرأة مغربيه ترتدي الحجاب في هذا المحفل العالمي. شفنا يعني المحادثه ديالك او الدردشه مع رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم فلونتينو، يعني واش ما شنو هي الرساله عطاك رئيس الاتحاد الدولي في ديك اللحظه ملي كان تيتكلم معك؟ واش ما كانش الحجاب عرقله ديالك في المسيره خصوصا في هذا المحفل العالمي؟
صراحة في المشاركة ديالي ما كنتش رد البال هذه القضية، ما كانش خباري بأن الحجاب كان ممنوع سابقا. من بعد المقابلة الأولى ضد ألمانيا الفيفا غرضات كتقول بأن نهيلة بنزينة أو اللاعبة عربية كتشارك بالحجاب ديالها في هذه البطولة هذه، فتفاجأت بهذه التغريدة وتفاجأت بالرسائل الزوينة ديال الناس، تفاجأت بهذا الحب الكبير وهذا الافتخار ديال الناس ليا، فهذا الشيء مشرف وهذا الشيء كيزيد ياكد لي بان هذا الشيء اللي درت راه حاجه اللي زوينه، حاجه اللي غتخلي الناس يفتخروا بك ويبغيوك ويزيدوا يحترموك. النزول ديال رئيس الفيفا واحد النزول اللي صراحه فرحني بزاف بتواضعه الكبير بحبه للدوله المغربيه، فكنشكره بزاف على هذا التواضع. كلماته الزوينه اللي قال لي احنا فرحانين بك اول لاعبه كتشارك بالحجاب ديالها، فاحنا فرحانين ليك، كنتمنى لك التوفيق، كنتمنى للمنتخب المغربي التوفيق. فهذا الشيء كيبين بان نهيلة بنزينة كانت في المستوى، ونهيلة بنزينة فرضت الحجاب ديالها في هذه البطوله، فهذا الشيء كيفرح وكيخلي الناس كامله تفتخر بيا. هذا الحجاب ديالي حجاب اللي اختاريته لراسي صراحه عن قناعه، وكان ليه واحد الصدى زوين، واحد خلاني نزيد نفتخر براسي انني كان لابساه، فهذا الشيء مشرف وفرحني بزاف الحمد لله. نعم نهيلة، هناك عمل قيم جبار تقوم به الجامعه الملكيه المغربيه كره القدم برئاسه فوزي القجع منذ سنوات، جني ثمارها على ارض الواقع كما قلت بسطوع البريق لبؤات الاطاس في هذا المحفل العالمي. يعني كيفاش تشوفي العمل تقوم به الجامعه للرقي بكرة القدم النسوية، بالتالي نشوف الفريق النسوي مستقبلا يعني لما لا يفوز بلقب عالمي. صراحة الجامعة على رأسها السي فوزي القجع دار واحد التفاتة كبيرة للكرة النسوية هنا في المغرب، فوفروا لها جميع الظروف باش انها تكون في واحد الصورة اللي مزيانة، خدموا باش ان الكرة النسوية تطور في بلادنا، والحمد لله هادشي اخذ الثمار ديالو. فكيف ما شفتوا المشاركة ديالنا في كأس العالم كانت مشاركة اللي مشرفة، هذا دليل على ان المنتخب المغربي منتخب ما جاش غير هكاك وشارك، فكانت واحد الخدمة طيلة واحد السنوات، واحد التضحيات من اللاعبات، الرغبة ديالهم الكبيرة باش انهم يبانوا بصورة مزيانة، باش انهم اكيد يشرفوا بلادهم في الدول الاوروبية. فكنشكروا السي فوزي القجع على هاد الخدمة اللي كيدير، والفضل اكيد كيرجع لسيدنا الله ينصره اللي دائما كيوفر لينا داكشي اللي كنحتاجو، دائما ساندنا، دائما كيرسل لينا رسائل اللي كتزيد تشجعنا، فحنا كنشكرهم بزاف من هذا المنبر. والكره النسويه ما غتوقفش هنا، فكاس العالم عطانا واحد الفرصه، بين التوهج المغربي، بين بان الكره النسويه المغربيه راه وصلت لواحد المستوى اللي زوين، قادره انها توقف منتخبات اللي كبيره اللي معروفه على الصعيد العالمي، فهذه كبيره والخدمه اللي ما غتساليش هنا باقا غتبقى مستمره ان شاء الله. كاخر سؤال، اكيد ان صاحب الجلاله الملك محمد السادس الرياضي الاول كان دائما وابدا السند رقم واحد للرياضه الوطنيه، اكيد كان يتابعكم في مختلف مساركم الرياضي الى كاس العالم باستراليا ونيوزيلندا، شنو الرساله اللي يمكن لك توجهها من هذا المنبر لصاحب الجلاله الرياضي الاول؟ كيف ما قلتي صاحب الجلاله الرياضي الاول، فصاحب الجلاله كيبغي الرياضه، كيدافع على المراه بصفه عامه، فمساندته لينا كتزيد تخلينا نزيدو نخدمو ونطمحو اكثر باش اننا نوصلو للمستويات اللي عاليه اللي نفرحوه. وصراحه الرسائل ديالو الزوينه اللي كانت يرسل لينا كيخلينا نزيدو نخدمو ونزيدو نطمعو باش اننا نبانو مزيانين، نزيدو نطمعو باش اننا لما لا نربحو منتخبات اللي كبيره. فشكرا ليه بزاف على المسانده ديالو، على الحب ديالو لينا، الافتخار ديالو بينا، وصلنا احنا فرحانين بالرساله ديالو، والله الله يطول في عمره، ولا يخطي علينا ولا يخليه تاش فوق راسنا.
بعد الرسالة الطيبة لنهيلة بن زيلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أولا تنشكرك على استضافة ديالك لينا هنا بمنزلك بالقنيطرة. نتمنى لك حظا موفقا نهيلة في مسارك الرياضي. شكرا لكم بزاف انتم على التواجد ديالكم في هذا النهار هذا الكبير، شكرا لكم على الحب ديالكم ليا. مرحبا بكم في اي وقت، هاد الدار هذه مفتوحه في وجه كل واحد كيبغي نهيله وكيساندها كيبغي المنتخب النسوي. شكرا لكم بزاف. اذا مشاهدينا الكرام، كان هذا حوارا حصريا وخاصا على موقع قناه لوسات تي في مع صمام الأمانة المنتخب الوطني المغربي كرة القدم النسوية نهيلة بن زينة هنا بمنزلها بالقنيطرة. فبعد أن كشرنا عن أنيابهن في المونديال العالمي ورفعوا الراية الوطنية خفاقة في هذا العرس العالمي، نتمنى للبؤات الأطلس أن يزداد سطوع بريقهن في مستقبل الاستحقاقات القارية العالمية، ولما لا أن يتوجنا بلقب عالمي في مستقبل الاستحقاقات. كان معكم مراد الزلاجي لقناة لوسات تي في، لكم مني أطيب المنى وإلى لقاء آخر بحول الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لوسات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.